خدش فلوس ولا بيسمع كلمه كويسه ولا اي حاجه. مش عارف عايزين من الولد ايه، عايزين يبطلوه، عايزين يدمروه، ما فيش مشكله. انت فاهم ازاي؟ ربنا بقى يعني يديهم، يدي لكل واحد على قد نيته. لما عيل زي ده يتضرب بالاعلام على وشه، واخد بال ساعتك ايه اللي ارتكبه؟ غلط قال خبر، واخد بال حضرتك، عاجبه زي ما انت بتعاجبه كده، زي ما بتديلوش فلوس كملها بجلت، مفيش مشكله. اخصم منه يعني، واخد بال ساعتك؟ انما تديله بالاعلام على وشه يا كابتن، وتقول له العقد اللي انت جايبه ده بله ومش عارف تعمل بيه ايه. واخد بال ساعتك؟ ما بيحصلش، ما بيحصلش خالص يعني. وحصل معانا احنا، وحصل معانا احنا، واخد بال ساعتك؟ طب الولد يعمل ايه؟ مطالب يعمل ايه؟ بيتمرن وبيتمرن، بيطلعوا بيقولوا انه ما بيتمرنش، ملتزم ملتزم، بيطلعوا بيقولوا انه مش ملتزم، مش مركز على طول. طب هيركز ازاي يا كابتن مجدي؟ واحد متجوز وفاتح بيت يركز ازاي؟ ده لو الكلام مظبوط. طب يا ريس، ما هو مش مركز، هو ما بياخدش فلوس خالص، يركز ازاي؟ يا حاج محمد، لو هو مش مركز طب ما نسيبه، ما يمشي. ما هو بالظبط كده، بالظبط كده يعني. انا ما اعرفش الكلام ده بيزعل على فكره اللي انا بقوله ده، لكن هو ده كلام الحق اللي هنفضل نقوله على طول. يا دكتور احنا ما بنعرفش غير الحق بتاع ربنا. الولد السنه اللي فاتت ما كانش ملتزم، وانا كنت بروح للكابتن حسام والكابتن ابراهيم واقول لهم الولد مش ملتزم، والولد اطران، والولد بيعمل كده وكده. انما اقسم لك بالله العلي العظيم، من ساعه ما بدا الموسم ده التزام ما بعده التزام. واخد بالك؟ الولد حتى مستغرب بيقول يا ربي انا لما كنت مش ملتزم كنت بلعب وكنت ماشي كويس، لما بقيت ملتزم ما يعني ما اعرفش اعمل ايه عشان الناس ترضى عني يعني. طب انت حاج محمد شايف الموضوع ينتهي لايه؟ والله انا شايف الموضوع حضرتك، الولد كان جاب لهم اعاره قبل كده، واخد بالك؟ لان النفوس كده يعني، من جوه الولد، حتى من جوه الولد دلوقتي، الولد يعني بقى لما تيجي توديه النادي دلوقتي مش قادر اقول لحضرتك يعني، عايزينك توديه اي حاجه غير لعبه كره القدم اللي هو بيحبها يعني. فانا يعني اتمنى انهم يوافقوا له على الاعاره، انه يروح اي مكان، مش لازم النادي ده، يجيبوا له نادي هم بمعرفتهم حتى. عشان حرام، ده ولد برضه وراه مصاريف يا كابتن. ولد متجوز وفاتح عنده بيت، الولد ده والله 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 عامل ساحب بفيزا مبلغ معاه مش عارف يسده. يعمل ايه؟ يتحبس يعني في الاخر؟ احنا حاج محمد إيه؟ احنا وصلنا صوتك، وبعدين عايزين برضو نضيف حاجه مهمه جدا. انا النهارده يعني، انا النهارده الامور وصلت بيني وبين حد معين، هو ماضي 5 سنين، مش عايزين نتركه عندنا احساس ان ممكن يدي نادي الزمالك. طيب السنه دي الامور وصلت للطريق المسدود ده، ازاي انا افكر يعني؟ العقل يا جماعه والنبي لو سمحتوا، لو انا غلطان حد يقول لي انت غلطان عشان خاطري، لان انا مش عارف الناس بتفكر ازاي. انا النهارده الطريق وصل لطريق مسدود، حصل مشاكل، المشاكل تفاقمت، اجي اشترط في الاعاره؟ طب ما انا اعيره، امشيه سنه 6 شهور يهدى هو شويه واهدى انا شويه، وبعدين ايه؟ ما يهمنيش هيخش لي كام، ما هو اعاده ممكن يوصل الامور لاكتر من كده. طيب يبقى انا النهارده اجي اقول والله اتساهل في الاعاره، بلاش، انا مش عايز اسيبه، وشايف ان هو احنا مش طالبين. انا بتكلم غلط، انا بتكلم غلط يا حاج محمد ولا ايه؟ مش لا عارف، ولا الدنيا غلط. فيها ايه؟ مش عارف، ما تتكلمش غلط. واخد انا حتى لو في مصر هنا يجيبوا النادي اللي يعجبهم هم، الولد عايز يلعب كوره حضرتك، وبعدين دي بقت اكل عيشه. مظبوط، ما هي كده، ما اكل عيش اللعيبه. هيعمل ايه؟ هلا هو في حد تاني بيشتغل حاجة تاني غير لعيب كرة، سواء بيلعب في الأهلي أو الزمالك؟ وخاصة لعيبة الأندية الكبيرة، أهلي، زمالك، إسماعيلي، هم دول بيلعبوش غير كرة، ما عندهمش لا مشروع يعملوه ولا عندهم حاجة. يا كابتن والله 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 يا ما. أنا مش عايز أحلف، أنا الولد كل يوم مدد لي إيده كده فلوس، واخد بال ساعتك؟ انا كمان انا راجل موظف يعني، برضه دخلي محدود طبعا، كان في قرشين والحمد لله اتصرفوا على الولد، اجيب منين بعد كده؟ طب ما بتفكرش تروح تقعد مع المستشار جلال ابراهيم تشوف والله انا كلمت سياده المستشار، راجل محترم جدا جدا جدا، وراجل تفهم الوضع، وقعدنا نحل الموضوع، واخد بال ساعتك؟ وهو مشكورا، الراجل فعلا حل الموضوع وقعد مع الناس بتوع الفتح، واخد بال ساعتك؟ بس على حد علمي برضو، واللي وصلني ان الناس بتوع الفتح حطوا مبلغ يعني ما يليقش لبيت نادي الزمالك. خلاص، ما فيش حاجه اسمها يليق، الطريق وصلنا لطريق مسدود. انا بص حضرتك، ما خلاص نبعده، نمشيه 6 شهور وهو يرتاح شويه، واحنا نبعد عن وش بعض شويه. امال دلوقتي الحل ان نقعد في البيت
وما يروحش يتمرن وبعدين النادي يقعد يبقى نرازي ببعض نادي ولاعب؟ ما انا مش فاهم. انا يعني نفسي اذا كنت بتكلم غلط بقول لكم حد يقول لي بتكلم غلط. يعني نقعد نرازي ببعض؟ ما يروح ست شهور باي رقم. يبارك لك. انا دلوقتي لما ابني يكون واقع عليه ظلم من حقي اتكلم ولا لا؟ لا، ما انت لو اتكلمت تطلع غلطان بقى، تطلع طيب غلطان بقى، والدنيا كلها تطلع تهاجمك وتقول لك انت ابني دلوقتي. انا ابني مش مكوي قد ما انا مكوي، واخد بال ساعتك اتكلم ولا لا؟ انا بشوف ان في ناس كتير قوي ما بيعجبهاش كده، يقول لك لازم ابويا يبعد عنه. انا مش فاهم يعني ايه ابويا يبعد عنه. ابويا يبعد عنه ازاي يعني؟ ما اعرفش يعني المفروض ابقى ابوه في البيت بس، يعني واخد بال ساعتك في اي مكان تاني. ومين يبقى ابوه في الملعب يعني او في الكوره؟ ما ابوه في الكوره يعني. طب يديله. طيب ما ابوه في الكوره يديله يعني. انا اتمنى بس ان الناس المحترمين يوافقوا ان الولد يمشي ويشوف حياته، ويشوف حياته. عشان كده حرام، عشان ده كده حرام. لو ابن حد فيهم والله ما هيرضى انه يتدرب بالقلم. لو اي حد بيقول ده زي والده على دماغي من فوق، بس مش هيرضى ان ابنه يتدرب بالثلاث اقلام ويسمع كلام. يعني انا مش عايز اذكره. انا عندي قصص كتيره مش هتكلم فيها، لكن كل واحد عنده كرامته. في ناس كانت بتزعل من التغيير مش من الضرب بالقلم، انه يتغير بس ما حدش يضربه. لكن احنا مش عايزين نتكلم. هو الكابتن احمد رفعت راجل خلوق ومحترم وممكن جائز جدا من غيرته واحساسه ان الولد ابنه ماشي، لكن الامور دلوقتي خلاص وصلت لطريق مش عايزين نحمل حد العبء ومش عايزين نحمل حد مشكله. لكن خلينا نقول نبعد عن وش بعض اليومين دول، نبعد عن. انت النهارده لو انت متعصب او انت في مشكله بينك وبين حد تقول له ابعد عن وش السعادي. ما بيحصل كده. ابعد عن وش يا اخي. ست شهور من يناير نيجي في اخر الموسم ونشوف الدنيا فيها ايه بعد كده. والراجل بتاعنا برضه وموجود برضه. يعني الكلام ده انا في وجهه نظري ده الكلام اللي المفروض. يا كابتن مجدي حازم في نادي الزمالك من هو عمره ست سنين. يعني الولد بقاله 16 سنه في نادي الزمالك. الولد بيعشق حاجه اسمها تراب نادي الزمالك. واخد بال حضرتك؟ بس ما برضه اللي بيحصل فيه حرام يعني. حرام يعني. انا مش هتكلم على الضرب، بلاش الضرب. والده لا خلاص، والده ضربه. والده اللي ضربه. يعيش ازاي يا كابتن مجدي؟ يعيش ازاي؟ يعيش ازاي يا بيه؟ انا اخطات اغفر لي ماشي، انا معاك، بس خليني برضو امشي انا كمان. اغفر لي جزء واديني جزء. انما مش كله على الولد، مش كله على الولد، حرام يعني. الحاج محمد يعني امام، بنشكرك على المداخله، وبنتمنى ان المستشار جلال ابراهيم إن شاء الله.